لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل. لكل طريق هناك دليل، ودرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، نعم الله عز وجل التي تحيط بنا من كل جانب كثيرة لا نستطيع حصرها. يقول عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهذه النعم كلها مردها ومرجعها وسببها هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله. لا ينبغي أن ترجع نعمة من نعم الله إلى غير الله. وهذه النعم قيدها واستمرارها معلق على شكرها. يقول عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقيد النعمة واستمراريتها واستبقائها هو في شكرها. وهناك معادلة نظرية حسابية: نعمة زائد شكر تساوي زيادة، نعمة زائد معصية تساوي عذاب. وهذه سنة إلهية، والسنن الإلهية لا تحابي ولا تجامل ولا تتبدل ولا تتغير، بل يجريها الله على كل إنسان. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. كلما شكر الله كلما زاد النعم، وكلما عصي كلما عذب، وعذابه لا يستطيع الإنسان له حصر. إني إذا أطعت رضيت، هذا حديث قدسي، وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإني إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. ما أظن أحد أيها الإخوة يرغب وعنده مسكة من عقل أن تغير النعم التي يعيش فيها. والتغيير أصلا للنعم لا يأتي من الله إلا بعد أن يغير الإنسان نفسه. يقول عز وجل: ذلك بأن الله
لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير يأتي ابتداء منك. إذا غيرت غير الله عليك. إذا غيرت وضعك من المعصية إلى الطاعة تغيرت مما يبغض الله إلى ما يحب الله، يغير أوضاعك مما تبغض إلى ما تحب. إذا العكس، غيرت مما يحبه الله إلى ما يسخطه، الله يتغير لك مما تحب إلى ما تسخط. إيش يعني تبغى ربي أنت تبغضه وتسوي معاصيه تبغى يزيدك؟ لا، العاصي الله لا يحبه، ونحن في حياتنا العامة العاصي ما نبغى. ولو هو ولدك، لو عندك ولدين واحد طايع كل ما دعيته قال لبيك، وإذا بغيته وإذا بجنبك، وإذا أرسلته في شغله أتكلك، واحد ثاني ولدك من صلبك لكن متمرد، إذا دعيته وهو قايم قعد، وإذا زهمته وهو ذاهن رقد، وإذا أرسلته في شغله ما تكلك فيها، وإذا بغيته في أي ظرف تعينه ما هو عندك مشغول. أيهما تحب؟ طيب. تحب الطايع، ودك الشوكة اللي في رجله إنها في وجهك، وذاك العاصي ما عندك فيه ولا تبغى ولا تبغى تشوفه، ولو جاك خبر أنه دعس ولا مات سجدت لله سجدة الشكر، فكنا الله منه. هذا على ميزانك أنت، والطاعة تنفعك والمعصية من ولدك تضرك، لكن الله لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، بل هو الضار وهو النافع. لو كان الناس كلهم طائعين هل يزيد في ملك الله شيء؟ لو الناس كلهم عصاة هل ينقص من ملك الله شيء؟ الحديث القدسي حديث أبي ذر الذي رواه الإمام مسلم يقول الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وش تصير السماوات 7-8 ولا الأرض تصير 8؟ لا، ملك الله واسع بدون الناس بدون الإنسان. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تلوم أحد، نفسك التي فرطت في طاعة ربك. هذه النعم أيها الإخوة تتفاوت في الدرجات والأقدار، ليست النعم كلها سواء، لكن مردها كلها إلى 3 نعم رئيسية يسميها العلماء مثلث النعم. المثلث هو اللي له 3 أضلاع، له هذا المثلث قاعدة وتقوم عليه ضلعين، إذا اجتمعت 3 القاعدة والضلعين حصلت النعمة كاملة. إذا نقص 1 ضلع من هذه ما في نعمة. هذه 3 الأضلاع: نعمة الدين، نعمة الأمن، نعمة رغد العيش. في بعض البلدان في العالم المتطورة والمتقدمة زي اليابان وزي الدول الراقية والصناعية عندهم أمن وعندهم رغد عيش لكن ما في دين، فما هي بنعمة. بعضهم عنده مثلا دين نعم، لكن وعندهم أمن لكن ما في رغد عيش، فقر. نحن في هذه البلاد
ولله الحمد وله الفضل أولا وآخرا. توفر لنا من هذه النعم الثلاث ما لم يتوفر لغيرنا لا في القديم ولا في الحديث. أهم نعمة وأعظم نعمة هي نعمة الدين، والتي امتن الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وامتن بها على الصحابة، وامتن بها على الأمة. امتن الله بها على النبي في قوله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ما هي النعمة التي أتمها على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهي النعم المعهودة الآن اللي نعرفها نقولها نعم؟ لا، لقد كان يعيش حياة بسيطة، كان يسكن في حجرات ضيقة، وكان يلبس أسمالا بالية، وكان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه الشريف، وكان طعامه في البيت طعام لا يكاد يذكر. كان يدخل بيوته 9 بيوت: أعندكم شيء؟ أعندكم شيء؟ فكل واحدة تقول لا لا لا، إلى آخر واحدة يقول: أجل إني صائم، عود يصوم ما به شيء. يمر الشهر والشهرين لا يوقد في بيوت محمد كلها، ما هو في بيت، في البيوت كلها نار. أكرم البيوت، أشرف الخلق، أحب الناس إلى الله، ما خلق الله أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. زكاه الله وزكى قلبه وزكى بصره وزكى خلقه وشهد له بأنه على خلق عظيم. حرم الجنة على الأمة إلا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب اللواء المعقود وصاحب الحوض المورود وصاحب المقام المحمود. نادى كل الأنبياء بأسمائهم: يا إبراهيم، يا موسى أقبل، يا عيسى إني متوفيك، يا نوح إنه ليس من أهلك. إلا محمد، ما في يا محمد في القرآن. يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ليش؟ لمقامه العظيم عند ربه. ومع هذا شوفوا حياته. يقول عبد الله بن الزبير لعائشة رضي الله عنها، قال: فما طعامكم يا أمة؟ لأنها خالته، أخت أمة أسماء رضي الله عن الجميع. فما طعامكم يا أمه؟ قالت: الأسودين، التمر الأسود والماء الأسود. نحن الآن التمر عندنا ما هو أسود، التمر مثل الكهرباء يولع، وأنواع وأصناف وطول السنة، والتمر معنا كنحن نلقطها من النخل في الفريزرات، تأخذ رطب طول السنة. الشيبان اللي يعرفون الأوقات الأولى ما كان فيه تمر، كان يجي في حفوص يسمونه حفص من السعف من النخل. ومنين يجي؟ من العراق، يسمونه بصراوي، نصه حوت، لكن والله ناكله بحوته، والله ما حن نفتح الحبة نشوف هو فيها سوسة ولا ما فيها، بل ناكلها، وبعض أحيانا نبلعها بعجمتها من الجوع. واليوم أحد يأكل تمر فيه سوس؟ ما فيه سوس أصلاً، لأن إما أن يكون مضغوط مفرغ الهواء فلو يقعد 20 سنة، ولا في الثلاجة. من النعم صلوات ربي وسلامه عليه. والله يقول: ويتم نعمته عليك. أجل ما هي النعمة التي أتمها على محمد؟ نعمة الدين، وامتن الله بها على الصحابة. يقول عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذه النعمة إيش؟ إنه حبب الإيمان إلى قلوب الصحابة. فإذا حبب الله الإيمان في قلبك تحب القرآن وتحب الصلاة وتحب المساجد وتحب العلماء وتحب المحاضرات وتحب كل شيء يرضي الله، وتكره أضدادها
تكره المعاصي، تكره الخمور، تكره الزنا، تكره الغنى، تكره الفسقة، تكره العصاة، فأنت من الراشدين، والله من عليك بهذه النعمة فضلا من الله ونعمة. وامتن الله بهذه النعمة على على الأمة قاطبة إلى يوم القيامة. في آخر ما نزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بعرفات، نزلت عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة، إن الله أتم لنا الدين ورضيه لنا دينا. هذه النعم العظيمة اللي هي نعمة الدين بها تسعد في الدنيا وبها تسعد في القبر وبها تسعد يوم القيامة وبها تدخل الجنة وتنجو من النار. إيش رأيكم في نعمة لها هذه الآثار؟ المال نعمة لكن ينفعك هنا، لكن إذا مت تحطون معك ريال واحد؟ لا. الأولاد نعمة لكن حدك حي، وإذا مت أول من يفزع بك من القبر هم، ما يرضون تمشي معهم ليلة، وإذا غلبوا مع عينه من يدفنك ذيك الليل حطوك في غرفة وسكوا عليك، والله ما يرقد معك واحد من عوالك ولا مراتك ترقد معك، ارقدوا معه. قالت والله مغمضها معه إنه ميت إني يستوعش، ولو إنه متعافي رقدت جنبه ولا طمرت عليه، لكن ميت. أجل، من الذي ينفعك عند الموت؟ الدين. من الذي ينفعك في القبر؟ في بيت الوحشة، بيت الظلمة، بيت الضيق. إذا جاء يموت قالوا أعطونا قوس قوسة على قدرك، فإذا نزلوا شوية قالوا زيد ضيقوا عليه أبونا لحد. نحن الآن نرقد في غرف النوم، غرف واسعة وأسرة كبيرة، ولكن في القبر من الذي يتذكر هذا المؤمن؟ من الذي ينفعك يوم القيامة، يوم تشيب مفارق الولدان، الولدان اللي ما معهم ذنوب تشيب رؤوسهم؟ فاتقوا يوما يجعل الولدان شيبا تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع فيه كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى يترنحون يقومون ويطيحون وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من ينفعك ذاك اليوم؟ الدين. من يتجاوز بك الصراط؟ طيارة ولا سيارة ولا عضلات؟ لا، الدين. من يجعلك تأخذ كتابك بيمينك؟ الدين. من يرجح موازينك؟ الدين. من يجعلك تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدين. من يدخلك الجنة؟ ادخلوا الجنة بأعمالكم، برحمتي، واقتسموها بأعمالكم. هذه النعمة الكبرى. طبعا في هذا الزمن وفي هذا العصر نعيش هذه النعمة في بلادنا أي المملكة العربية السعودية بأفضل صورها قياسا على ما حولنا من العالم. طبعا لا تقيس مجتمعنا في القرن 14 للهجرة على القرن المفضل في الأول والثاني والثالث، لأن يعني بعض الشباب عندهم نقص في العلم وعندهم نقص في العقول، يريد أن يعيش الناس مثل ما كانوا في القرون الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثلاثة قرون، هذه اسمها القرون المفضلة. قال: والآخرون شر إلى يوم القيامة. وأنت تبغى تعكس سنة الله وتحط الدين ذا الحين مثل ما كان؟ لا، هذا مستحيل. إنما القياس يكون على الموجود، تقيس مجتمعنا على المجتمعات الموجودة. هل هناك دين متوفر في أي بلد من بلدان العالم بقدر ما عندنا؟ لا. أولاً الشريعة قائمة والقضاء مستقل، ليس لأحد سلطان على القاضي. أعلى سلطة في الدولة الملك، ما يقدر يتصل بأحد القضاء ويقول بالله أحكم بغير ما أنزل الله، عندكم سجين تروه من الربع أو من الجماعة احكموا له
بالإطلاق يسويها الملك؟ لا. وإذا سواها هل يطيع القاضي؟ لا، القضاء مستقل. أي نعم. يمكن تذكرون قبل سنوات حادثة قتل وقعت بين مجموعة من الناس في الشمال من قبيلة شمر ومن قبيلة الشرارات، والقضية وقعت في خصام حول حطب، ألا كلهم في الصحراء، في جو الشرارات، رجال وولده حملوا لهم سيارة شاص وينقدهم محملين، جو ذلك ثلاثة من شمر ومعهم السلاح الرشاشات في يديهم، قالوا نزلوها. ليش ننزلها؟ قالوا هذه أرضنا. قالوا طيب وإحنا أرضنا مثلكم، إيه نعم، ومختلف فيها، وحنا قد حملنا، وخلونا نمشي استرونا. قالوا والله ما تروحون بعود، ولا والله إنها روسكم. الولد ولد الرجال هذا شاب وعنده يعني أنفة مثل أي شباب، أراد أن يذهب للسيارة يأخذ الرشاش، لكن والده كان عاقل، قال لا يا ولدي، لا والله بالحطب وبالسيارة ولا بروسنا ولا روس الرجاجين. وهذا العقل، العقل ترى يعني يكمل عند الرجل. بعض الشباب الآن اللي دخلوا في قضايا ووقعوا في قصاص وفي قتل الآن في السجون يعضون أصابع رجولهم ما هو يديهم، لكن بعد فوات الأوان ما يفكرون في النتائج، يفكر في الحدث ولا يقيس، ما عنده عقل كبير. متى يكتمل عقل الإنسان؟ إذا بلغ 40 سنة. أنت الآن عمرك 20، لو مرت عليك قضية واتخذت فيها قرار ورفعتها بعد 20 سنة، شوف قرارك قبل 20 إيش تقول؟ تقول أنا كلامي ذا والله إني خبل، والله ما معي عقل. فعلا ما معك عقل، لأنه يكتمل عقلك. ولهذا الله عز وجل ما بعث نبيا إلا في 40. أراد الولد يسوي شيء، قال لا يا ولدي خلهم يأخذون الحطب، بنعين حطب في السوق كلها 400-500 ريال. قاموا الرجال قالوا والله ما ينزله إلا أنتو. شوفوا كيف النكاية، والله ما ينزله، إحنا ما ننزله، نزلوه أنتو. عي الولد قال أبوه يا ولدي قم ننزله ما يهم. وقام الشايف فك الحبال وينزل يرجم بالحطب، والولد تألم كثيرا على هذا المنظر وهذه الذلة، وكأنه راح إلى طرف السيارة وافتحها وأنه يطلع الرشاش. يوم شافه واحد منهم هناك يطلق عليه ويقتله. الأبو ركب السيارة ومشى يبغى يفض خصام، طاردوه يقولون قتله، الله نجاه. وصل إلى مركز الشرطة، سلم نفسه وبلغ، جابوهم. صار بعد التحقيق عرف من هو الجاني، واحد منهم صدر بحقه القصاص، وهو من علية القوم، يعني من أبناء شيوخ القبيلة. ترى ما في حيل ولا شيء، أشو قهوة عادية بدون حيل بدون شيء. من يخاف أشرب منها جغمة فيعطوني الربع عليها صاروا. لا لا بد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، هيا سموا لا تعطوني على شيء. يقول ما فيها هيل، فيش أكذبها؟ طيب ما دام ما فيها هيل الله يثيبك ويكرمك الجنة. قلك الله ما عهدي بالقهوة إلا البارح، لأني في الفندق ما عندهم قهوة. تسلم الله يسلم. صدر الحكم بالقصاص، بذلت الوجوه وطلب من الرجل وأعطي أموال، لكن الولد الشايب هذا مقطوع قلبه. ليه؟ ما هو على موت ولده، فموت ولده هو مات بأجله، والعفو أفضل له، العفو أفضل له. لأنك إذا مات ولدك من قصاص، ترى القصاص من الجاني لا يعيد ولدك، ما يعيضك في ولدك إلا رب الأرض والسماوات. اللي يعيضك في ولدك العفو، تعتق رقبتك وتعتق رقبة ولدك وتعتق تأخذ جميل، وكل من سمع عنك يقول الله يعفو عنه. من هو اللي بيقول الله يبيض وجهه انه يقتص؟ حد بيقوله؟ لا. فالعفو اعظم شيء، وان تعفو اقرب للتقوى. لكن الرجل هذا محروق، ما هو محروق على الموت، على الاهانه، على المطارده،
على الإرغام أنه يحط ينزل الحطب رفض. وكنت أنا ممن بذلت يعني شفاعة فيها، وقالوا لي إنه وأنا كنت في محاضرة في الجوف قالوا إنه يسمع الشرطان وإنه يحبك لعل الله، قلت يلا رحت جيت وهو ما يقبل أحد. ويوم قالوا الشيخ سعيد عند الباب جاء ما يهدف إلا آخر الليل وراقد وحاط ثوب ولده معلقنا في مسمار وهو بدماه تحته يرقد ويتلفت في الثوب. خرج علي وقلط عنده ويوم صب لي قهوة قلت بطلبتي، قال إن كان طلبتك في الدم فهذا قفل محرابة لا تقول شيء، وإن كانك تبي قهوة وتبي عشاء وتبي كرامة الله يحييك. قلت لا والله هذه، قال بس توكل على الله. قلت مع السلامة وإني خليهن يمشي. مرت الأيام، جاء الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الجوف في زيارته بعد تولي الملك، وأرسل الأمير مقرن بن عبد العزيز يشفع وجابوه. ويوم دخل قال أنا مرسول لك من عبد الله بن عبد العزيز أشفع، قدر وجهي وقدر وجه ولي الأمر طويل العمر. قالوا أنا أطلب منك ومن طويل العمر أنكم تنفذون حكم الله. حاول فيه، يمكن لو فتحته في اليوتيوب تلقونه. أي رجع الأمير مقرن بلغ الملك، في اليوم الثاني جرى القصاص. ما يعني هذا أيها الإخوة؟ يعني العدل في أي بلد هذا يصير؟ ما في بلد أبدا تقيم الشريعة. ولذا نحن الآن في نعمة الآن، والله لولا القصاص ولولا الحدود ما تامن على بابك ولا بيتك ولا سيارتك ولا زوجتك ولا حلالك. فنحن عندنا هذه النعمة التي ليست موجودة في أي بلد من بلدان الأرض. أي نعم. أيضا المساجد عندنا قائمة وعامرة بمعدلات غير مسبوقة في العالم كله. أنا كنت في عاصمة من عواصم الدول الإسلامية، جلست والله أدور مسجد إلين تعبت أبغى أصلي فيه، وأخيرا لقيت عمود في رأسه مكروفون. ويوم دخلت إذا بغرفة صغيرة ثلاثة في اثنين هذا المسجد، أذنت رقبت والله ما جاء واحد، إني عود أصلي لحالي وإني أمشي. الآن تمر كل مكان كل محطة كل قرية كل مدينة فيها إمام وفيها مساجد عامرة مثل هذه المساجد، وفيها ناس يحبون الله ويحبون رسوله. أليست هذه نعمة؟ الصلاة قائمة عندنا ومحترمة، ما من أحد يسمع الأذان إلا لازم يقفل الدكان، وهذا ليس موجودا في العالم كله إلا عندكم. تتعطل حركة الحياة ويسكون الناس دكاكينهم، والمطاعم تقفل والمحطات تقفل والورش تقفل. ليه أذن؟ خلاص جاء أمر الدين. هذا موجود عند أحد غيركم؟ هذه نعمة ولا ما هي نعمة؟ تحفيظ القرآن الكريم، ما من قرية إلا وفيها مدرسة للتحفيظ، ومكافآت أولى 250 الابتدائي وتوسط 500 ثانوي 600 يدرس قرآن ويأخذ عليها فلوس. إيش هذا النعمة؟ المساجد مملوء فيها القرآن في التحفيظ الخيري، المصحف يطبع في المدينة ويوزع على العالم بالملايين. وأنا زرت معظم الدول الإسلامية ما دخلت مسجد إلا وفيه مصحف الملك فهد، وما من حاج يحج إلا ويعطى مصحف الملك فهد. هذه نعمة ولا لا؟ طيب إيش نبغى بعد هذه؟ أيها الإخوة، نحن لا ننكر أن فيه معاصي وفيه مخالفات وفيه فساد، لكن ليس الحل إلا في الدعوة إلى الله والصبر والدعاء. أما المناداة مثل ما ينادي بعض الناس بالاعتصامات والخروج والمظاهرات كما يسمونها، هذه ليست هي الحل، بل هذه هي سبيل الفساد وسبيل زوال النعم. ونحن هنا حينما نتكلم في هذه القضايا لسنا أبواقا للدولة، ولا نتكلم لأننا يعني ندافع عنها أو يعني نحن أولياء لها، لا، نحن هنا دعاة حق ومبينين منهج وراغبين في استمرار هذه النعم، لأن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا وقعت عرفها الناس كلهم لكن بعد فوات الأوان. فهذه الفتن الآن انظروا إلى ما يدور حولكم،
بدأ اللي يسمونها رياح الشارع العربي، بدأت من تونس ثم مرت على ليبيا ثم جت على مصر ثم جت إلى اليمن ثم دخلت الشام وسوريا وقد مرت قبلها على العراق. ماذا نتج؟ ماذا؟ هل حققوا مصالح في هذا الأمر؟ في العراق كانت محكومة بنظام دكتاتوري طاغية، صدام طاغية نعم، لكن الآن أهل العراق يترحمون على عهده ودهم يعود صدام. الشام الأرض المباركة، جميع الأنظمة التي كانت موجودة والناس ثاروا ضدها أنظمة فاسدة والخروج عليها مشروع لأنها لا تحكم شريعة الله أصلا. لكن ماذا ترتب على الخروج؟ ترتب مفاسد أعظم من وجود الحاكم الظالم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه العظيم، يقول: ومن تأمل ما يجري على الأمة الدهري وحديثه وجده من ضياع هذا الأصل، وهو أنه ما خرج قوم على إمام أو حاكم لتغيير منكر إلا وقعوا فيما هو أنكر منه. ثم ذكر التاريخ من بداية خروج الناس على عثمان إلى عهده. أجل ما هو الحل لما يكون في البلد فساد وفيه معاصي وفيه منكرات وفيه انحرافات؟ الحل في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي على الخير والدعاء لولي الأمر أن الله يصلحه ويصلح به الناس، وأيضا الصبر. هذا هو الحل الشرعي، لأنك إذا فقدت هذه النعمة، نعمة الشريعة وتحكيمها، نعمة الدين وظهوره، جاء بعدها شيء ما هو أحسن منها. هذه النعمة الأولى، نعمة الدين التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده وأن يحفظه وأن يجعل كيد من يريده في نحره وأن يجعل تدبيره في تدبيره. النعمة الثانية نعمة الأمن، وهذه متوفرة في بلادنا بشكل لا يتوفر في أي بلد في العالم، وهذا بإحصائيات ودراسات أمنية تثبت أن معدلات الجريمة في بلادنا أقل معدلات في العالم، رغم سعة الحدود وتنوع الناس ووجود الخيرات. الآن السيارة تطقم من الشمال إلى الجنوب، مرسيدس ولا تريلا فيها بملايين الريالات يسوقها سواق واحد، وإذا تعب وقف على طرف الخط ورقد في سيارته، من يقدر يقول له شيء؟ ولا شيء. بيوتنا الآن أحيانا نرقد ينفتح، سياراتنا بمئات الآلاف عند الباب، دكاكيننا بعضها قزاز. أمن، تخرج بزوجتك وعيالك تمشي تروح الرياض تقطع لك 1000 كيلو، ما حد يوقفك ولا حد يلحقك ولا حد يجيك. أليست هذه نعمة أيها الإخوة؟ يقول أحد العقلاء، يقول: خرجت في الصيف الماضي، خرجت بأهلي من الرياض في جمس ليس فيهم رجل إلا أنا ونساء وأولاد وبنات أطفال، وقررنا رحلة سياحية داخل البلد ونظمناها بعد المشاورة، بحيث بدأنا يومين في القصيم ويومين في المدينة ويومين في مكة ويومين في الطائف ويومين في الباحة ويومين في أبها ويومين في الخميس ويومين يقول في الدواسر وبعدها الرياض. شوفوا الرحلة هذه، يقول: والله ما معنى خلال هذه الرحلة حتى سكين فاكهة، سكين فاكهة. يقول: ليش أخذ سكين فاكهة وأنا إذا جيت ألقى الشققة مفروشة وألقى الفنادق مفتوحة والمطاعم جاهزة، وإذا دخلت أي شقة يعطوني البيانات اللي يسمونها المنيو هذه حقت الطعام، يقول: وأنا أختار وزوجتي تختار والعيال يختارون والبنات يختارون، هذا يبغى دجاج وهذا يبغى سمك وهذا يبغى لحم وهذا يبغى حاشي وهذا يبغى مشوي وهذا يبغى مقلي، كل واحد يبغى شيء، والطلبات بالتلفون جب، وشوية قدوا يدقون عليك الباب عربية تأكل وتهب لهم قراطيس ورق. هذه نعمة ولا ما هي نعمة؟ حتى الفاكهة يقول: ما أخذنا سكين، ليه؟ لأن احنا نأخذ عصير بس، أقعد أفتح البرتقال، لا عصير برتقال، اللي في البرتقال عصر وقدوه مثل الماء اشرب وامس. أي نعمة؟ أين أنتم يا إخواني؟ اندروا
نحن هذه نعمة عظيمة، نعمة الأمن. لو ما في أمن كان يقدر يدور هذه الدورة؟ لقد كان الناس في هذه البلاد قبل توحيدها على يد الملك عبد العزيز غفر الله له، كانت القرية تحرب القرية، والشيبان يعرفون، والشباب إذا يبغوا يشوفون شوفوا القصيب اللي في القرى. إيش القصيب هذه؟ هذه للنزهة والتمشية، هذه قلاع للحماية. القرية كلهم نايمين، ويطلع في القصبة هذه اثنين ثلاثة على المضارب يشوفون منه بيدخل ولا بيسرق ولا بيعتدي. القرية تحرب القرية، والقبيلة تحرب القبيلة. كان الذهب إلى الحج مفقود، والراجع من الحج مولود، تقام له الأفراح إنه رجع من الحج. الآن يحجون يوم 8 ويحجون يوم 9، يوصل المطار ويوقف بعرفة ويقعدوا 3 أيام قدوا عندك حجيت. كان الرجل يعيش طول عمره في تندحة ولا يعرف أبها كم، 40 كيلو، ليش يروح أبها؟ شو يسوي في أبها؟ إيه نعم، شغلته شغلته، غنمه وثوره وبقرته وحطبه وزرعه وبيره، هذا اللي يبغى. وإذا جاء المغرب راح البيت قد تملخ، صلى المغرب وتعشى وصلى العشاء ورقد، ما في سهر عند الناس، ما حد يروح مكان. الآن ما حد قعد، شوفوا هذا الإجازة ذا الحين اللي حنا فيها ذا الحين، أهل الشمال في الجنوب، وأهل الجنوب هناك، وأهل أهل أبها في تامة ولا في جدة، وأهل جدة في أبها ذا الحين. نعم ولا ما هي نعم هذه؟ لو ما في أمن كان يسوي كذا؟ بعض النساء في بيتها تقول الناس راحوا عمرة، وناس راحوا دهامة، وناس راحوا الرياض، وناس راحوا المدينة، ونحن محبوسين في البيت على 4 جدران. طيب ليه ما تقولين ناس في السجن، وناس في المستشفيات، وناس يموتون جوع، وناس في الحروب، وانتي آمنة شبعانة متعافية في بيت فيلا سيارة عند الباب، أولادك طيبين وكل شيء زين، تبغين تنقمين النعمة هذه اللي انتي فيها؟ من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليله. بس فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هل عندنا قوت يوم وليلة بس؟ أنا أبي كان بيعيش طول الحياة، لو يقعد يأكل في الورق حقه إلين يموت ما غلقه، وبرضه مثل جهنم. هل امتلأتي وتقول هل من مزيد؟ نعمة الأمن أيها الإخوة نعمة كبرى، وشكرها هو في طاعة الله أولا، وفي أيضا أن نكون كلنا رجال أمن. ليس رجل الأمن هو العسكري فس، لا، لأن الأمن ما هو أمنه هو، الأمن أمني أنا، أنا المتضرر إذا فقد الأمن، وأنا المستفيد إذا توفر الأمن. ولذا مسؤوليتي ليست فقط أني أنعم بالنعمة، أني أنعم بالنعمة وأحافظ عليها. وإذا رأيت من يريد أن يزعزع النعمة التي أنا فيها، أول من يقف لها أنا. وهؤلاء الذين يدعون عبر الرسائل وعبر الواتساب وعبر الفيسبوك والوسائل هذه، يدعون إلى المظاهرات، يدعون إلى الاعتصامات، يدعون إلى بيان المنكرات، الراتب لا يكفي، هؤلاء ليسوا تروا من أبناء هذه البلاد، هناك أعداء لهذه الأمة، ويقع في قمتهم الرفض، الروافض، هذول الشيعة هم الآن الذين يخططون ويبذلون لمحاربة هذه البلاد، بلاد التوحيد، لأنها هي مهد الإسلام وهي مهبط الوحي. فيغررون بالناس، وبعض الناس ينظر إلى قنواتهم ويسمع كلامهم فيتزعزع عقيدته وينمسخ من دينه. لا يجوز لك شرعا أن تنظر إلى قناة تحارب الله وتحارب الإسلام وتسب الصحابة وتتنقص الصحابة وتسب عائشة وتسمع يتكلم وانت طالع فيه. تدري أن هذا يؤثر فيك أنت؟ يؤثر فيك طبعا. هذا النعمة الثانية، نعمة الأمن.
إذا فقدناها تعبنا أيها الإخوة. بلادنا ليست كغيرها من البلدان، بلاد شاسعة، بلاد فيها المناطقية، وبلاد فيها القبائل، وبلاد فيها فئات وأصناف من المقيمين ليسوا من بلادنا. من الذي يضبطهم في سلوكهم ويمسكهم؟ الدولة. إذا سقطت الدولة لا سمح الله تعود المناطقية، شمالي وانت جنوبي وانت شرقي وانت غربي، تعود القبيلة، انت قحطاني وانت شهراني وانت عسيري وانت شمالي وانت تيبي وانت، الآن كلنا جيد واحدة سعودي، بس وحدة واحدة، كيان واحد، إسلام دين. إذا لم نحفظ هذه النعمة، نعمة الأمن، نتضرر. انظروا أيها الإخوة في العراق كيف يسير الآن، ما يقدرون يصلون. يقول لي أحد العلماء، يقول والله ما نقدر نخرج نصلي الجمعة. قلت ليش؟ قال لأن على أبواب المساجد القنابل والتفجيرات. إيه نعم، ولا نقدر نصلي الجماعة إلا بالحراسات. انظروا إلى ما يجري في الشام، انظروا إلى ما يجري جنبكم في اليمن من فتن ومن حروب، منها ما هو من قبل الرافضة، هذول الشيعة الحوثيين على إخواننا في دماج، حتى أخرجوهم من بيوتهم، وشفتوهم ومشلشلون عفشهم وكتبهم، مهجرين في القرن الحادي والعشرين. أين وما هو في الجنوب، وما هو في داخل صنعاء، وما يحصل من انعدام الأمن ومن انعدام الأكل والشرب. في ناس الآن في فقر لا يعلمه إلا الله، ويمكن تشوفون بعضهم يجون إلى هنا يطلبون، وهم أهل خير وأهل بلاد طيبة، اليمن السعيد، اليمن الأخضر، لكن الأمن غير موجود. يقول لي أحد المهندسين زميلا لي حينما كنت أعمل في الكهرباء، يقول وقد قضى إجازته في بلده شهر، يقول والله يا شيخ أنني خلال الشهر ما أعلم أنني تلذيت بنعمة النوم، يقول أنام لكن وقلق على سيارتي وقلق على عيالي وقلق. يقول يوم دخلت الحدود السعودية أول محطة فيها شقق، يقول دخلت ويقول رقدت، يقول حول 3 أيام جمعت نوم الشهر كله، وأقول لعيالي كل ما جاءت الصلاة قوموني أصلي، يقول أقوم أصلي وأرقد وأصلي وأرقد. قلت ليش؟ قال أمنت. الله قدم نعمة الأمن على التوحيد في القرآن، قال رب اجعل هذا البلد آمنا ويش واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأنه لا يمكن أن يكون توحيد في ظل الخوف. الأمن نعمة، الذي آمنهم من جوع وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ترى النعمة التي حنتم فيها الآن سببها الأمن، وسبب الأمن الدين، وهذه عندنا متوفرة والحمد لله. النعمة الثالثة والتي تمثل الضلع الثالث من مثلث النعم، نعمة رغد العيش، وهذه بحسب الإحصائيات، في طبعا دراسات تثبت معدلات الإنفاق بالنسبة للأفراد على مستوى الأمم، نحن نقع في قمة الأمم التي عندها خير، وذلك من فضل الله عز وجل، ثم ما من الله به على هذه الدولة من خيرات الأرض، والتي نالت الكبير والصغير والقاصي والداني والمقيم وصاحب البلد خير عظيم، رواتب مرتفعة. العالم مر بأزمات اقتصادية خانقة أفلست فيها دول وأفلست فيها شركات ضخمة، ونحن ما مر علينا أزمة، كل ما شعرنا بشيء زادتنا الدولة في الرواتب، وبعدين كل ما عندنا من أطعمة ضرورية كلها مدعومة، الأرز اللي تأكله ترى مدعوم، السكر اللي تأكله ترى مدعوم، الحليب اللي تشربه ترى مدعوم، الدولة تدفع نصف القيمة ويجيك بأرخص الأسعار، حتى إن هذه الأطعمة تهرب من السعودية إلى البلدان المجاورة، تهرب إلى دول الخليج، دول الخليج دول غنية لكن يقضون من المنطقة الشرقية، وتهرب إلى الأردن وتهرب إلى اليمن. ليه؟ لأنها رخيصة. من وفرها لك؟ وفرها الله عز وجل ثم هذه الدولة. رواتب على كل الناس، نصف 80% من ميزانية الدولة تعود على الناس، على الموظفين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين. التعليم مجاني،
ما يؤخذ منك ولا ريال في أي مدرسة إلا إذا أنت طرعان تبغى مدرسة أهلية بكيفك، لكن في مدارس الدولة لا، بل تعطيك الدولة رواتب ومكافآت. التعليم الجامعي مجاني في كل الجامعات، 25 جامعة في المملكة استلم كل طالب فيها 800 ريال. العلاج مجاني في الرعاية الأولية أو في المستشفيات أو في المستشفيات المركزية أو في المدن الطبية، وإذا ما في علاج في كل هذه وفي علاج في مستشفى أهلي تروح وتعالج والدولة تدفع عنك المبلغ. ما في علاج في الداخل الدولة تخرجك إلى الخارج وتعالجك في الخارج وتدفع المصاريف عليك. في أي بلد هذا الكلام يا أخواني؟ موجود عند مكان أحد؟ الماء عندنا ما عندنا ماء، نحن بلاد صحراوية ما عندنا ماء، وفر الله لنا الماء من البحر. من يصدق أن الماء في البحر يودي نشربه فيه السراحلة؟ ما حد يصدق أبدا. لو قلنا للأولين قالوا سيل تهامة ما يوصل السراح، الآن وصلنا عبر هذه البيبات الضخمة وهذه المضخات الكبيرة، وتصنع المياه تصنيع محطات ضخمة بخارية تأخذ البحر وتغليه وتأخذ الفوح ذاك وتكرره ويعود يجينا. تدرون كم يكلف الطن الواحد؟ الطن 1000 لتر يكلف الدولة 5 ريال، وكم يباع علينا؟ ب10 هللات، يعني 10 طن بريال ومكلف 50 ريال، يعني بلاش. الكهرباء اللي عندكم دي أرخص كهرباء في العالم، الكيلووات يكلف الدولة 28 هللة، تبيع الدولة ب5 هللات علي وعليك. الطرق كلها مزفلتة عندنا وما في طريق عليه رسوم، العالم كله اللي خرج منكم يعرف هذا، أي طريق في بوابات ويولع حمراء، دق أول شيء حط الرسوم وبعدين امشي. هنا عندك رسوم هنا ولا شيء. تذاكر السفر أرخص تذاكر على مستوى العالم. البنزين اللي نشربه الآن أغلى من الماء، أرخص من الماء. اللتر، اللتر الواحد ب46 هللة إذا كان بنزين عادي أو ممتاز 91. القارورة لتر ونص بريالين أغلى. دول الخليج الآن يبيعون اللتر ب90 هللة. في الكويت كنت فيهم قبل أيام ولما عبا قلت لك كم قال 90 هللة، توازي 90 هللة، عندنا ب46، يعني بالمجان. هذه النعم كلها أفلا نشكر الله عليها أيها الإخوة؟ بعضنا يقول لا والله الراتب قليل ما يكفي، لا والله ما هو قليل إنه خير، لكن نحن الذين نبذر. أي نعم. المطلقة لها راتب، والأرملة اللي مات بعلها لها راتب، والبنت اللي ما تزوجت تجاوزت 30 لها راتب، واللي عندها أي مرض أي شيء لو ما غير عمش في عيونها قالوا لها راتب. والضمان الاجتماعي لكل مواطن، أي واحد مواطن سعودي يحمل هوية وما عنده وظيفة يروح للضمان يأخذ راتب. أفبعد هذه النعمة ندعي أن عندنا فقر وأن عندنا بطالة وأن ما إحنا في نعمة؟ والله في نعمة، لكن المشكلة أيها الإخوة أننا شعب عنده نوع من البطر، ما عندنا تدبير للمعيشة، عندنا مغالاة في المهور، عندنا مغالاة في الولائم وفي الأفراح، نذبح الذبائح الكثيرة ثم نرميها. يقول لي واحد في أبها يقول في مناسبة الزواج ذبح 130 خروف، ما خلى في السوق شعرة، قشها كلها. قالوا من 2000، قال من 2000 فلوس واجد. يقول والله الذي حضر الزواج هذا يقول والله إنني رأيت 10 صحون والخرفان عليها، يقول والله ما عليها واحد. الناس ما يأكلون خرفان ولا يأكلون، عندهم كلهم كوليسترول مرتفع، ما يبغون الدسوم ما يبغون الشحوم. يقول قلت فيش سوى؟ قال بعد ما غلقت العزيمة راحوا الناس، يقول جابوا القلابيات وعبوها ودفنوها في الشارع في الخلاء. هل يرضي الله هذه أيها التصرفات يا أخواني؟ يقول الله إني أنعم حتى يطؤونه ثم أمنع حتى يشتهونه. الأرز اللي نكبه ذا الحين ترى ما كان معروف عند الناس، كان علاج. أنا أذكر وأنا صغير
أول ما طلع الرز يعني بغينا نجن من زينة، طعم جدا، وكنا نعيم من العصيد ومن المرق نبغى رز رز، وما هو موجود إلا في بيوت الكبارية، وإذا واحد مرض قدو بيموت كانوا يدوروا له فنجان رز يطبخون له مثل الشربة. أي نعم، فإذا شربه قام مثل الحصان قد تعقدت أماصيره. الآن الرز عاد حد يأكل هذا العين؟ الله المستعان. أنا أتحداكم، أحد منكم يعرف شجرة الرز؟ ما نعرف الشجرة، نعرف الكيس، أخرط وكبس وكل وكب، بس هذا اللي نعرف. والرز اللي عندنا هذا تحسبون الرز في العالم مثله؟ هذا أجود أنواع الرز اللي يزرعونه في بلادهم، يصدرون لنا أحسن شيء ويأكلون التعبان. مثلنا قدام يوم كنا نجلب للسوق إيش نجلب؟ الحب الزين والغفاء واللي فيه تعب، من يأكله؟ يأكلون العوال، كل وكل معه سم زيت. هذا كذا. الآن لا، الرز يكب الآن. ما من بيت من بيوت المسلمين اليوم إلا وعند الباب في آخر في الصباح صندوق زبالة، كيس زبالة. لو فتشنا الكيس هذا إيش نلقى؟ تلقى رز وخبز وبرتقال وتفاح ولحم ودجاج وموز مع الحفاير، مع النعم. شوفوا النعم ذي مع الحفاير ومع الكناس ومع أوراق مناديل الوساخات، ونحطها في كيس عند الباب. طيب هل كان آباءنا عندهم أكياس زبالة؟ والله ما نعرفها قدام، ولا جت الله قريب الأكياس هذه. ما كنا نجد الخبز نأكله، البر هذا ما نعرفه. شيخ سعيد، إيه؟ كان في مدة عمك سعيد الله يرحمه وأنا أول كبار، إذا قدر العشاء بيخلص يعني رجعنا من صلاة العشاء زهم طاع المطعم، كم عدد ضيفانك علشان يهبل كل واحد صفحة صفحة؟ إنهم 20 هب 20 صفحة، وهم 30 وهم 50، هذا عدد كل واحد صفحة. رز رز، وعند الحين قدر يكب الكيس برباطة. هذه نعم أيها الإخوة. واحد يقول مرته تقول له وهو مبره، قالت مبره يعني طبعا أنتوا أهل الدينة تعرفون كلامي، لأني قلت مرة مبره في جدة قالوا إيش مبره؟ قلت مبره يعني يمشي بدري في الصباح برهة. أي نعم، فهو نازل أعطته ورقة مقاضي، قال لها أنت كل يوم جيب جيب، ما في يوم من الأيام قلتي خذ؟ قالت خذ الزبالة نزلها معك. هنا وضعنا بين زنبيل يطلع وزبالة تنزل، هذه شغلتنا زنبيل وزبالة، أكل من نعم الله. الذين يعرفون المدة التي مرت بنا، أنا طبعا مخضرم أدركت شيء من الفقر وعشت فيه فترة، لكن ما عشت اللي عاش أبويا قبلي، لا، كان الشاي هذا أسطورة. وأنا صغير كان إذا صبوا لنا الشاي واحد ما فيه، قال قد اثنيت إن كان قلت إيه وقد أخذت واحد، قال خلاص ما معك إلا هو. فيعطوني كسرة أقوم أترقى رأسها بس توصل الشاي، لأني لهبتها كلها نشفته، فأحط رأسها بس تحليه إلين أغلق الخبزة قد عاد نص الفنجال علشان أشرب النص الثاني. كيف أشربه بسطة ما عاد مع خبزة؟ هذا موجود الآن؟ لا إله إلا الله. نحن والله في نعم مخيفة، العقلاء في قلوبهم مثل الدهرة خوف منها، يقولون إيش بك تصيح وانت الأعلى؟ قال أخاف من الانقلاب. تخاصم هو واحد وذاك تحته، اي نعم، ويدقدقه ويضربه ويبكي يصيح، قال ايش بك تصيح وانت الاول انت فوق انت؟ اي نعم، قال خايف ينقلب ذا علي. فنحن نصيح ذا الحين ونحن فوق، لكن ايش نخاف منه؟ نخاف من الانقلاب. إيه، ما عندنا في بلادنا تفاح ابو لمعه، ولا برتقال ابو صره، ولا موز ابو نقطه، ولا نعرف الكاكا والكيوي.
ما نعرف شيء، ما نعرف إلا الجنى، تعرفونه النبق اللي تأكل الآن القرود. والله لقد كانت هي الفاكهة التي يشتريها لنا أبونا يوم الثلاثاء من أبها، نرقب بها مع الظهر، جاب ربعة نبق نتسابق عليها مثل القرود. وشفتها قبل فترة وأنا في أبها، فإني أشتري منها شوية وإني أروح البيت ويبقي تأكلها، وإذا ما لها طعم، أثاره الجوع اللي يخليها طعم، ما لها طعم مرة والله. وإني عود أرجم بها، ونحن قدام أعظم شيء ما عندنا إلا هي، ما عندنا إلا هي. خبز البر هذا كان ما فيه، ما فيه البر هذا، يخلونه للضيف، اي نعم، حزوبة للضيف، وكان الثوب الزين للعيد، والحناء للعيد، والفراش للعيد، كل شيء للعيد. الآن إذا جاء العيد في شيء للعيد؟ أيامنا كلها عيد. كان الرجل معه ثوب واحد، ومعه في سدره أذان، ومعه في سدره هنا إبرة، يعرفون الشيبان، ليش الإبرة؟ يخيط ثوبه وينقش الشوكة من رجله، ما في حذايل ترو، قد مع الواحد حذيان من جلده، يمشي على الشوك تتكسر ولا يدري بها، تتكسر في الجلد الميت. الآن تشوفون في شوارعنا أحد يمشي حافي؟ والله لقد كنت، وقد ذكرت هذا في إحدى المحاضرات، في عام 74 للهجرة وأنا في رابع ابتدائي في السعودية بأبها، 400 طالب، والله ما فيهم واحد مع حذيان إلا ولد واحد، ولد الأمير، ولد تركي الماضي، اسمه مشاري، زميلنا في المدرسة. فكنا في الصباح في البرد الشديد، وقد تشققت رجولنا وتبزبز فيها الدم من الشثن ومن البرد، نتلفت فيه، نقعد في الفسحة نشوف رجل مشاري كيف هي قاعدة في الحذيان. واليوم عندك حذيان واحدة في البيت، كم حذاء، كم ثياب، ثياب صيف وثياب شتاء وثياب نوم وثياب رحلات، كم بشوت، كم مشالح، كم فري، كم عبي. من اللي يخيط ثوب اليوم في بيته؟ حد يخيط ثوبه؟ حد يرد الازرار اذا انقطع؟ لا، يرجم بعاده جديد، يقول جيب ثوب ثاني يا ولد. اقول له رقعته قبل انك جديد. نعم، ما حد يرقع، ومن يطيعك يرقع؟ لا المراه تعرف، ولا انت، ولا احد. اليست هذه ها؟ الله يثيبك. يذكر لنا شيخ الله يجزاه خير حديث، كل سلامة، كل مفصل، كم في المفاصل؟ 360 مفصل. وليه ربي فصلك كذا؟ ولا لو نيدك كذا مثل الخشبة كان ايش تسوي بها؟ ما تنفعك الا بالمضاربة، ربي ما خلقك الضارب، لكن فصلها لك، هنا مفصل وهنا مفصل وهنا مفصل وهنا مفصل وهنا مفصل وهنا مفصل، وركبك وجسمك، هذه من اللي سواها لك؟ الله، علشان تعبده وعلشان تطيعه تستعمل هذه المفاصل في طاعة الله. كيف تشكرها؟ صدقة. إيش الصدقة؟ يجزى عن هذه كلها ركعتين في الضحى، صل ركعتين الضحى وهذه تجزي هذه النعم. نحن أيها الإخوة في أعلى درجات النعم في الدين وفي الأمن وفي رغد العيش، هل نريد أن تستمر هذه النعمة؟ نعم، كلنا نقول نبغاها. طيب، هل تتوقعون أنها تستمر مع المعاصي؟ لا. ما الذي يقيدها لنا؟ الطاعات. إذا كنت في نعمة فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم، وسافر بطرفك بين الورى لتنظر آثار من قد ظلم، صلوا بالجحيم وفاة النعيم وآثارهم بعدهم تتهم. والآخر يقول يا نعمة الله حلي في بوادينا وجاورينا ولا تغدين من داري، أجابت النعمة أن الشكر يلزمني وأن باب المعاصي باب من داري. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نريد أيها الإخوة العودة الصادقة إلى الله،
شيبا وشبانا، رجالا ونساء، عمارة المساجد بالطاعة، تنظيف البيوت من المعاصي، تنظيف القلوب من الحقد ومن الحسد ومن البغضاء. لقد دب الحسد الآن بين الناس، جيوبهم مملوءة وبطونهم مملوءة وثلاجاتهم مملوءة ومخاويلهم مملوءة وقلوبهم مملوءة حقد وحسد. إيش هذا يا إخواني؟ الحسد داء يقتل الإنسان، قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. نظفوا القلوب ولا تحقدون على بعض. إذا رأيتم إنسان الله أنعم عليه فقولوا الله يزيده من فضله، هو أخذ حقك، ربي أعطاه، ربي جعل الخط يجي على بلاده ولا على زرعه، ربي جعلها أولاده توظفوا، ربي جعله برزق من الله عز وجل، قل الله يزيده. لكن إيش ما يجيه هو؟ والله أن يعرفه إن ما كان عنده عشاء ليل، إنه كان يقوم الكلب ويربد مكانه وقد معه ذا الحينة. طيب أخذ منك حقك شيء ولا حسد؟ تعترض على قسمة الله؟ من الذي يرزق؟ إنه الله. من الذي يوزع الأرزاق بين الناس؟ الله. يقول الله نحن قسمنا. نحن من هنا؟ الله واحد، لكن يقول نحن للتعظيم، مثل ولله المثل الأعلى. الملك الآن في المرسوم الملكي إيش يقول؟ يقول أنا عبد الله بن عبد العزيز، يقول نحن رغم أنه واحد لكن للتعظيم. نحن أي الله مرسوم إلهي، قسمنا، قسمنا فعل ماضي يعني منتهي المسألة. والله لو تطرد طرد الوحوش ما تلقى إلا المكتوب لك. يقول والله، والله أيمانا مكررة ثلاثة من يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صم ململمة في البحر راسية ملس نواحيها، رزقا لعبد براه الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، فغنى النفوس هو العفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. شوفهم الآن أغنياء، ولكن تسأله يقول والله الأمور صعبة والعمولة والله نقصة والسيولة ما عندنا، وتشوفه كأنه فقير. اي نعم. بينما المؤمن غناه في قلبه، ذاك فقر بين عينه وذا غناه في قلبه. اقنع بما رزقك الله، ولا تحسد مسلم على رزق أعطاه الله، ولا تقم في قلبك بغضاء لأي مسلم، لأنه بالبغضاء والشحناء يرتفع الدين، وخاصة بين الأسر الآن. البغضة الحين بين الأنساب وبين العوائل وبين الأسر وبين الأقارب، على زرع ولا على أرض ولا على مضاربة أولاد ولا مخاصمة نسوان، وتقاطعون ويقعدون سنين، وإذا مات راح يعزي، تعزي فيه وانت مقاطعنا طول السنين. إلى متى وأنت مقاطع؟ إلى متى أيها الإخوان؟ تدرون كم المهلة الشرعية للزعل بين الناس؟ 3 أيام بس. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل، والحديث في مسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. بعضهم يصلون في المسجد ويوم يدخل يتلفت فين هو فلان، فإن كان في طرف الصف الأيمن راح في الصف الأيسر، ما يبغى وهو يصلي، لكن ما يبغى يصلي جنبه. أين الدين يا أخي؟ تدري أن عملك وصلاتك وصيامك وحجك وصدقتك كلها مرفوضة؟ يقول عليه الصلاة والسلام تعرض أعمال العباد على الله كل يوم 2 وكل يوم 5، فيقبل الله منها ما شاء إلا عمل رجلان متشاحنان في غير ذات الله. يقول الله عز وجل دعوهما حتى يصطلحا. وإذا تشوف الواحد إذا قلت له صالح عدوك رفيقك ولا عمك، جاء الشيطان ينفخه، علشان إيش؟ عشان لا يقبل عمله. فلا يا أخي الكريم بادر، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أيضا ما يتعلق أيها الإخوة بالبذخ والنعم التي تهدر في المناسبات، ضعوا لها حدا، لأن هذا من المكابرة ومما يغير علينا هذه النعمة ومما يغضب الله. الله يغار على نعمه، كيف ينعم علينا ونهين النعم؟ وعلينا أن نقتصر على الشيء المطلوب ولا نفاخر في ذلك ولا نبالغ حتى لا
نفقد هذه النعمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ لنا في بلادنا المباركة ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يجعل كيد من يريدنا في نحره، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا ورجالنا ونسائنا وجميع المسلمين، يوفقهم لما يحبه ويرضاه. وأسأله سبحانه أن يرفع الفتنة عن إخواننا المسلمين في جميع بلاد الدنيا، في اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي الشام وفي العراق، كما نسأله سبحانه أن ينزل بأسه الشديد وعذابه الأكيد على طاغية الشام. اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم سلط عليه جنديا من جنودك، اللهم إن السيل قد بلغ الزبا والأمر في كاف لديك ونوني، اللهم انصر أقدام وثبت أقدام المجاهدين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم سدد سهامهم وثبت أقدامهم واهلك عدوهم وأنزل نصرك عليهم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.